بتتمنى كده في وقت من الاوقات ان انت ترجع الزمالك، وخاصه انك واحد من ابناء نادي الزمالك ودايما اكيد طبعا بتتكلم ان انت الزمالك في قلبك والزمالك النادي اللي اتربيت فيه؟ اكيد طبعا بيتي، واكيد طبعا نفسي اختم فيه، ولكن انت لازم في يعني لازم في البنك الاول امشي معاهم كويس جدا واعمل احسن حاجه، لان انت لو بتفكر لرجوع الزمالك لازم ترجع، اللي انت نادي كبير فلازم ترجع باداء كويس جدا، فلازم اعمل احسن حاجه مع البنك الاهلي ولازم احطهم في حته كويسه طبعا مع زمايلي ومع الناس اللي موجوده، وفي الاخر كلها بتاعت ربنا يعني. ما يعني انت بتتمنى حاجه بس ممكن تحصل حاجه العكس لكن يعني. الزمالك حلم من احلامك يا محمد. اكيد طبعا ما اقدرش اقول غير كده يعني، ولكن في الاخر في اللي انا فيه دلوقتي، انا دلوقتي لعيب في لا في البنك البنك الاهلي الاهلي. عندي سنتين لازم اعمل فيهم احسن حاجه، وبعد السنتين بقى اللي ربنا عايزه هيكون